عايز اسال حضرتك سؤال كده، يعني ماذا لو، دايما احب انا ماذا لو، ماذا لو لم يكن هناك جائحه كورونا، ولا ماذا لو لم يكن هناك حرب روسيه اوكرانيه على الاقتصاد المصري، كنا عملنا ايه؟ اقول لحضرتك حاجه حاجتين عشان اكون بمنتهى الصراحه. اول حاجه فيهم كنا هنبقى افضل حالا اكيد كثيرا جدا، والدليل على كده حاجتين يا فندم. من 2019 الاقتصاد المصري كان قوي، كان مستقر، كان سعر الصرف مستقر. و2021 اللي هي السنه اللي ما بين اقول ايه الكارثتين او الصدمتين، كان الاقتصاد المصري برضو الى حد كبير بدا يتعافى، فده من المنطلق الجيد. ولكن كان في اصلاحات هيكليه اعتقد كانت هتستمر معانا لفتره طويله من الزمن حتى لو ما كانش حصل الازمتين دول، على اخصهم طبعا يا فندم موضوع سعر الصرف تثبيته للاسف عند مستوى يعني نقدر نقول مرتفع قليلا، دايما على المدى الطويل بيشجع على الاستيراد والاقتراض اكتر منه ما بيشد على التصدير. فيمكن ما كناش هنعاني في 2020 21 22، بس يمكن هنكون هنعاني السنه الجايه او اللي بعدها، فده اصلاح هيكلي مهم جدا. تاني حاجه يا فندم، زي ما حضرتك عارف العديد من المصنعين والقطاعات بتشتكي من البيروقراطيه او يعني ترهل الهيكل الاداري وبطء القرارات، فاعتقد برضو كنا هنعاني من هذه الاشياء بعد فتره من الزمان. فتاجيل العلاج ليس حلا، فاعتقد يمكن احنا المفروض نشوف الجانب الايجابي من الصدمتين دول يا فندم، ان هم نبهونا ان احنا عندنا بعض الاجراءات الاخرى اللي احنا محتاجينها ان شاء الله على الامد القصير. وان شاء الله الاجراءات دي هتعمل حاجتين، اولا على يعني المدى المتوسط ترفع دخل المواطن او متوسط دخل المواطن، وايضا والاهم انها تزيد من صلابه الاقتصاد المصري، يحصل لنا صدمه بعد كده ما نتاثرش، عادي جدا يبقى عندنا احتياطي قوي وسعر صرف بارد.